نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية لتوزيع مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجا في محافظة الفيوم بالتعاون مع جمعية الأرمام. يأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم توزيع صناديق مواد غذائية في قرى ونقوع المحافظة. أهلا وسهلا، شرفتوا، اتفضلوا، ده انتوا انستوا، مطرحكوا ده وكمان بيتكوا يسعى من الأحباب ملايين. ده واحد من المشاهد المبهجة والعظيمة واللي بيعتبر نتاج توحيد الجهود والتكامل بين جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني، مشهد مش مقتصر على محافظة واحدة بس، لكنه بيجوب كل المحافظات عشان تكون خدمة أهالينا الأولى بالرعاية في المقام الأول. وفي محافظة الفيوم تم توزيع كميات ضخمة من السلع الغذائية واللحوم على أكثر من 6000 مستفيد، بالإضافة لمشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأشد احتياجاً. بروتوكول التعاون بين جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة 2000 مشروع تمكين اقتصادي، احنا نفذنا بالفعل 400 مشروع تمكين اقتصادي، النهاردة 190 مشروع جديد بينضم لينا، الإجمالي وصل ل 590 مشروع تمكين اقتصادي. بنستهدف أكثر من محافظة في إطار هذا البروتوكول اللي تم توقيعه تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي شراكة قوية بين مؤسستين كبار زي جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة، تحت منهم يعني آلاف المؤسسات والجمعيات القاعدية في جمهورية مصر العربية بالكامل. وخلال الاحتفالية تم توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية، ده بالإضافة لتوزيع 6000 كيلو لحوم، وكمان تم عرض نماذج ناجحة ل 190 مستفيد من مشاريع التمكين الاقتصادي ما بين أكشاك مشروعات صغيرة لمساعدة الأهالي الأولى بالرعاية في الخروج من دائرة الاحتياج لدائرة الإنتاج والاكتفاء. بشكر جمعية الأرمان وبشكر التحالف الوطني، ما قابلتش أي صعوبات ولا أي حاجة. الكارد قدمت عليه وهم جه عينوه، جه لحد البيت عينوه، وما فيش شهر والكارد جاي. في خلال 10 أيام 15 يوم صرفنا الكارد 20,000 جنيه، وال 20,000 جنيه بنسددها 10، كل شهر بندفع 500 جنيه. أنا خدت كارد 10,000 جنيه على مشروع صغير، فاضل لي 5 شهور وأخلص، بعد ما أخلص آخد منحة 10,000 تاني بدون سداد. التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني بيعد نموذج يحتذى به للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات عشان ترفع العبء عنهم ونوصل بيهم لحياة كريمة طبقاً لخطة الدولة في التنمية المستدامة.